السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خوتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال. كما كتشوفوا معايا جيتكم اليوم ان شاء الله بالعجينه تاع البيتزا بواحد الطريقه سهله ورائعه والنتيجه اروع. وقبل ما نبداو نصليو على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما كتشوفوا البنات، هادو هما المقادير اللي غنحتاجوهم ان شاء الله لهاد البيتزا. هاد البيتزا البنات انا خديتها من عند الاخت اللي القناه ديالها تيلي سامابيل غيزلان. صدقوني واحد العجينه كانت رائعه رائعه. انا كانت عندي العجينه ديالي فعلا، ولكن من نهار يعني جربت هاد العجينه على يد الطريقه نتاع الاخت غيزلان، بقات هي المعتمده عندي. وبلا ما نطول عليكم يلاهو معايا ندخلوا لطريقه التحضير. اول حاجه البنات، في البول اللي غنعجنوا فيه، انا هنا البنات خديت العجانه، كنضعوا ديك واحد الملعقه كبيره نتاع الخميره نتاع العجين، واحد الملعقه كبيره نتاع السكر، واحد زوج معالق كبار او ثلاثه نتاع الفرينه، كنزيدو عليهم البنات الحليب، ماشي الحليب كامل، واحد على حساب واحد 40 غرام هكاك 50 مليليتر كيما نقولو نتاع الحليب، وصافي نخلطوهم مزيان. بالنسبه للبنات الحليب اختياري، اللي ما توفرش عندها دير الماء. الماء وشنو هي؟ كي الحليب كي الماء ضروري يكونوا دافيين. صافي ونخلطو مزيان حتى ينسجموا لنا هذوك العناصر، يعني تاع الحليب مع الماء مع السكر مع الفرينه. صافي ونزيدو 40 مليليتر نتاع الزيت. بالنسبه للفرينه البنات، انا هنايا خديت 500 غرام، اللي كانت باغا دير كيلو نتاع الفرينه دوبلي هاد المقادير اللي عطيتهم لها. صافي نخلطو مزيان حتى يدخل داك الزيت في هذيك الخليط ديالنا، ونخليوه صافي نغطيوه حتى ما نخلطو مزيان، نغطيوه ونخليوه حتى يتفاعل مزيان وتخمر لنا هذيك هاد العجينه الاولى تختمر. العجينه كتكون خفيفه بطبيعه الحال، هي اللي كتسهل علينا باش العجينه نتاع البيتزا تجينا رطبه وتجينا خفيفه. صافي نغطيوها ونخليوها واحد 5 دقائق 6 دقائق هكذاك، المهم على حسب ما تتفاعل، كيكون داكشي على حسب الحراره نتاع المطبخ، الا كان الجو حار او بارد. كما كتشوفوا معايا البنات، هنا بعد ما اختمرت وتفاعلت العجينه غنزيدوا عليها هذيك المعلقه نتاع الزعتر، ونزيدوا عليها الملح. الملح كيكون بطبيعه الحال بحسب الذوق، ونزيدو هذيك الكميه نتاع الحليب المتبقيه. كما قلت لكم انا هزت لي 300 مليلتر نتاع الحليب، ونخلطو ونزيدو في الفرينه حتى نحصلو على واحد العجينه اللي كتكون عجينه، المهم تاع البيتزا ما تكونش قاسحه بزاف، ما كتكونش جاريه تلتصق باليدين، كتكون عجينه رطبه. بالنسبه انايا هزت لي هنايا 500 غرام، وزدت واحد قريب واحد الملعقه على حساب الحليب. اما داكشي العجينه كتكون يعني تقدر تهز لكم ديك 300 غرام مليليتر نتاع الحليب، تقدر تهز لكم 500 نيشان، تقدر تزيدوا معلقه ولا تقدر تنقصوا. المهم انا هنا البنات كما قلت لكم استعملت العجانه، ولكن حتى بالعجين تاع اليد العجينه كتجي سهله. I'm not afraid of the dark.
هذه هي البنات العجينه اللي خصنا نحصلوا عليها كما كتشوفوا بهذا القوام. صافي غادي ندورها شويه كبيدي ونرجعها نخليها تخمر بعد ما ندهنها بشويه نتاع الزيت ونغطيها بواحد البلاستيك غذائي ونخليوها ما بين 15 حتى 20 دقيقه تختمر. هنا البنات بعد ما خمرت لي العجينه كما كتشوفوا جات ما شاء الله عليها، يعني صدقوني جربوها والله ما غتندموا على بهذه الطريقه اللي وريت لكم. ومن هذا المنبر نشكر الاخت غزلان ونتمنىكم البنات تدخلوا عندها وتشجعوها لان عندها ما يتشاف وعندها يعني صدقوني عندها يعني واحد القناه يعني تحتاج اننا نعاونوها وانها تزيد القدام، عندها داك الشيء زوين بزاف. نتمنىكم تدخلوا عندها وتشوفوا، وهذا هو الشعار نتاع يعني اللوغو نتاع القناه ديالها، راني حطيتو لكم هنايا زعما صدقوني ما غتندموش الا دخلتو شفتوا داك الشكيلات اللي كدير هي. صافي وهنايا البنات بعد ما كورتهم، انا هنايا البنات غادي ندير بيتزات كبارين، داك الشيء علاش عطاتني 4 نتاع البيتزات. نخليهم بعد ما كورتهم غير في بلاصتهم، خليتهم يرتاحوا واحد الخمس دقائق صافي، وغادي نكرسهم بالطريقه اللي معروفه كاملين كي كنديروا نكرسوا البيتزا بطبيعه الحال، شو الفرينه وهذيك الطريقه معروفه. هنا البنات اللي بغات تستعمل المدلك تستعمل، انايا فضلت نستعمل غير يدي، يعني سرحت بيدي عاونت شويه بالمدلك ولكن من الاحسن يعني غير باليد سرحتها. وشنو هي من كنكونوا نسرحوا البنات نخليو دوك الطروفه الاولى، يعني هنا كما كتشوفوا راني وريت لكم باللي انني نقدروا نديرو بالمدلك ولا باليد ولكن انا فضلت يعني نخدمهم غير بيدي صافي. ونبقى نقرص يعني نبقى نسرح فيها وشنو هي ما نوصلش حتى للطرف الطروفه، نخليهم شويه طالعين باش تجينا البيتزا شويه مزيونه صافي. ونبقاو هكا حتى نكمل البيتزا ديالي بربعه. هنا البنات انا بعد ما سرحتها ولا كيما نقولوا كرستها صافي بواحد الفرشات او فوي كنبقى نثقب فيها كامله يعني بحال هكا صافي. وندخلوهم الفران على نار متوسطه، نحاول يعني نص طياب كيما شفتوا كيما كتشوفوا معايا جاوا ما شاء الله صافي. وانا هنايا انا كان الهدف من الفيديو هو انني نوري لكم يعني العجينه لانها صدقوني تستحق التجربه وعجينه يعني صادقه 100%. صافي انا اللي عندي هنايا في داري درت هاد البيتزا العشاء، اللي عندي في داري درتو البيتزا ان شاء الله تعجبكم. المهم درتها هنايا درت يعني صوص ما صنعتهاش البنات، صوص يعني مشريه صافي، ودرت فيها الطون والفرماج داكشي يعني اللي كان عندي في الدار، يعني بيتزا سريعه للعشاء صافي البنات. وهكذا حتى يعني درت ثلاثه تاع البيتزات حيت كنا حنا في الدار ثلاثه صافي، كل واحد خدا وحده وجاو ما شاء الله جاو مزيونين. مداري كندير الخضره وندير هادي وندير البصله ولكن اليوم اكتفيت غير بهادشي، كنت شويه عيانه وبغيت حاجه خفيفه اللي فيسا غنسر بيها. شنو هي العجينه قلت درتها جي قلت اجي نتقاسمها مع البنات يعني لانها فعلا عجينه تستحق التجربه. مانيش نشكر لكم فيها لانها فعلا روعه صافي. ودرت الطون، درت شويه نتاع الفرماج كما كتشوفوا، شويه تاع الزعتر، ودرتهم يطيبوا البنات باش يعني كلشي طايب يعني غير كيكملوا الطياب ديالهم وصافي. المهم نتمنى البنات هذا الفيديو يعجبكم وينال رضاكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم،
واللي وصلت معايا حتى النهايه. ما تنساش شي كومونتير زوين بحالكم، وما تنساو الجيم، واللي اول مره تشوف القناه يعني ما تنساش الجرس والاشتراك. والى هنا البنات نقول لكم تبقاو على خير، والى فيديو قادم ان شاء الله. وسمحوا لي الى كان الفيديو طويل، ونتمنى لكم ايام سعيده وعواشر مبروكه وعيد مبارك سعيد. والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله، ونتمنى تعجبكم البيتزا. ملاحظه البنات هنايا قبل ما نقول لكم السلامه، انا اللي بغات تخلي هذيك الحواف ديال البيتزا بويض يجيو مزيانين، انا هنايا دهنتهم بشويه لاصوص باش يعطوني واحد المناظر شويه زوين. المهم هذه هي النتيجه النهائيه، نتمنى تعجبكم، ونقول لكم بسلامه، تبقاو على خير. الفيديو القادم ان شاء الله، والى اللقاء.